có siêu phẩm đáng yêu mình không? Hầu lắm. Bay này cũng mấy tháng rồi, mấy tháng rồi mới lâu lát rồi đúng không ạ? To lại rồi, cục này nó không thấy dùng. Phim hả con? Rồi chết tôi, hầu cái áo nữa. Con quay mắt, con ra mắt, con có hỏi mùi nó nồng. Đang lạ kì tôi hiểu. Cái này là nó rứa. Giống như mụn bạc đó, không phải không? Mụn bạc cũng ngon ngon rồi. Cái loại u, cái này là u bã này là nó bị hôi lắm. Như băng thì bùng lỗ nha, cái cao chưa quay cửa, cái cao chưa quay cái cửa, tập nghiệp không? Tự nhiên tưởng mua cục này má thấy rồi. Hồi nãy rồi phát không tao đùng hay lên lung sợ bay quá. Đau mà không còn. Sức mà vô nè. Chị lo cười vẻ thích thú. Chứ mà để lâu nằm cũng đau mà đúng không? Nằm cũng cắn cắn vậy. Có cái hồi cắn đó rồi. Cái để lâu nằm cắn vậy. Thank you.
Kỳ lớn có nhiều mấy kỳ không con? Không nhiều bằng lần đầu. Nhiều cũng như đợt rồi rồi. Cả nữa đợt này cũng hơi lâu. Giật cái mình có nhiều cơm không? Em thấm cái bông sẵn luôn chị ạ. Bông đó chị đi làm mẫu. Đi đưa má xem sao có thương sợ bài quá. Cầm cái áo đi giùm chị. Cầm chặt cho không đụng vô cái này không, mình đi rửa tay thôi. Đừng bay lên người là được. Không được 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 rồi mà. Ý là không bé cầm thôi. Có hai cái lỗ không? Dạ hai lỗ nhưng mà một lỗ không có. Gạo sữa chữ. Đau rồi đúng không má? Chủ chẳng nhiều. Chụp cái tay, chụp cái chữ. Đúng không chị? Tắt luôn. Tắt.
luôn chứ, để chị nặng cái. بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بحضراتكم جدا في وصفة جديدة من وصفاتنا، بتمنى انها تنال رضاكم. احنا الوصفة النهاردة بتاعتنا ايه؟ حضرتك طلع صامت النهاردة ولا ايه؟ انا هشتغل. الوصفة بتاعتنا النهاردة بناء على رغبتكم لقمة القاضي او الزلابية، يعني نكمل سلسلة الزيوت زي ما انتوا طلبتوا بالظبط. فان شاء الله النهاردة هنعمل لقمة القاضي ومقاديرها وكل التكات والحركات اللي تخليها تنجح معانا. هنقول دلوقتي على المقادير. احنا عملنا الزيوت اللي هي بلح الشام لقمة القاضي صوابع زينب، دي بتتسمى الزيوت، لا الرموش في الفرن. هنقول المقادير بتاعتنا ونبدأ بيها دلوقتي، ودي الطريقة الصحيحة المظبوطة للقمة القاضي برضو من أفخم المحلات بتاعتنا. للطريقة الأصلية للقمة القاضي الأكبر المحلات برضو، بيكون عندي ربع كيلو دقيق أو كوبايتين دقيق، بيكون عندي 200 ملي من المية أو كوباية مية نفس الحجم ده، ودي كوبايتنا جماعة للمقاييس. بيكون عندي نص معلقة صغيرة سكر، وأنا حاطط سكر قليل جدا عشان ما تلونش معايا بسرعة. كنت لسه هسألك ليه مش حاطين معلقة كبيرة سكر عشان الخميرة. بيكون عندي بيضة، بيضة نص معلقة صغيرة خميرة، هناخد من دي نص معلقة صغيرة، معلقتين كبار زيت، تمام، معلقة كبيرة نشا جديد النشا، خلاص كل دي المقادير بتاعتها. وهنبدأ على طول العجن عشان اكسبكوا وقت. ما بحط دايما المواد السايلة كلها مع بعضها بالشكل دوت كده. هنبدأ نحط دلوقتي كل حاجة. ادي المية والزيت، ادي السكر، ادي البيضة، وادي اللي سلقها الخميرة. ونبدأ نحط بعد كده، حط النشا على الدقيق. خلي بالكم النشا اهو على الدقيق عادي جدا على البارد، مفيش اي مشكلة معانا اهو. ونبدأ الاول هنخفق الكلام ده طبعا بايدينا افضل. هنا انا عندي معلقة سيليكون هتقدم معايا نفس الغرض. لا مش لازم يعني ان احنا اصل انا بحب العب بالعجينة. المية يا ريت تبقى دافية شوية طبعا في شهر رمضان الكريم لما تعجنوها وتخلوها جاهزة وتقلوها قبل المغرب كده، ان شاء الله باذن الله هتديك نتيجه حلوه. هنبدا نخفق الكلام ده ما يقلش عن 3 دقايق لغايه ما تتكون الشبكه الجلوتونيه بتاعتنا، بحيث ان ما تعملش ملك وتديكوا شكل بطه وتديكوا شكل وزه. الحاجات اللي حضراتكم بتشوفوها ديت يعني حضرتك معلش ثواني، تقصد ان العجن الكويس قوي هو اللي بيخليها تتكور؟ طبعا لازم تتعجن، وضروري يا ريت عشان تديكوا نتيجه ممتازه يكون دي بيتزا ومخبوزات. دي اللي هو عرق شديد، هو ده سرها بره، وهو ده اللي بيدي النتيجه اللي بتبقى مظبوطه جدا. ما يقلش عن 3 او 4 دقايق عجن كده. شايفين ازاي لت زي العيش البلدي؟ شفت الاخوه في الريف بيعملوا ايه؟ اللت ده عشان تتكون الشبكه اللي عندنا، عشان لما اسيبها تخمر تبقى متماسكه، وكتر اللت ده بيخليها تتماسك وبتبقى عجينه مميزه جدا. طب سؤال يا شيفنا، قوليلي، انا عملت العجينه بتاعه لقمه القاضي زي ما حضرتك قلت كده، وجيت وانا بقليها. حلوه حضرتك دي. ما انا بعتبر نفسي من المشاهدين يعني. تمام. مش عشان انت جوزي انا بقول لك حضرتك، لا انا بسال مكان المشاهدين. تمام. وانا بقليها لقيتها عملت اشكال بطه ووزه وما اتكورتش، اتصرف ازاي؟ ما هو هنا يا اما الدقيق كان دقيق جميع استخدامات اللي هو بتاع الكحك والبسكوت والبيتي فور، اما ان هو الميه جت زياده منك شويه. اتصرف ازاي؟ ممكن نزودها شويه دقيق واسيبها تخمر تاني، بس من الافضل ان انا لانها مش هتظبط معاكي في جميع الاحيان، من الافضل ان انا اعجنها العجنه. شايفين السماكه عامله ازاي؟ شايفين العرق اتكون ازاي؟ في بقى بيحاول يديها، سمعت حاجات كتير واقاويل كتير، بطاطساية مسلوقة، ولكن انا بطاطساية مسلوقة ممكن تحليها، ممكن تحليها اضربها في الخلاط، لكن في بيدوها يعني حاجات تانية، لكن ما علينا، انا بحب اتكلم عن نفسي بس. بس كده العجينة جاهزة، هسيبها تخمر وارجع لكم بعد ما تخمر. تمام يا شيفنا. دي العجينة سبتها تقريبا في حدود نص ساعة خمرت بالشكل دوت. العجينة بعد ما بتخمر هتلاحظوا انها ايه؟ خفيفة، مش تقيلة قوي. هنروح دلوقتي على الزيت ويكون قادح ونبدأ نقليها، وانا بقلي هعلمكم ازاي القلية تكون ازاي يا جماعة في لقمة القاضي. يلا بينا. هبدأ دلوقتي اقلي زي ما احنا شايفين. العجينة خمرت معانا اهيت،
هبدا دلوقتي اقلي، والحمد لله هي دخلت جوه عشان اقلي براحتي. بنبدا ناخد كده وننزل كده الزيت. لازم بقى في مشكله بقى بتحصل، هو ان احنا لما بنيجي نقلي ندننا نقلي، نحط في الطاسه 20 وندننا وراهم نقلي 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 لغايه ما احمروا وننزلهم في السيرب. هوب هينزلوا في السيرب، وبالظبط بعد ربع ساعه هنلاقيها طريت وانتوا بتشتكوا من الحته ديت. ايه اللي هيحصل بقى؟ ان احنا بقلي اهوت زي ما انتوا شايفين لغايه ما تبتدي اول واحده حطيتها تحمر وتاخد اللون البيج، بقوم شايل كله. اللقمه القاضي يا جماعه بتتقلي كلها على بعضها مره واحده. انا جيت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جيت. الجو بيمطر ولا ايه؟ اه. هنا ابتدت اول واحده لو بصيتوا كده تاخد اللون البيج. بيج. هنا هبتدي انا اطلع، المشكله كان هي اللي بتعمل بالظبط. استنى بس استنى. قولي لي. انا عايزه اعمل بتاع الكواوير، عمري ما كورت الكواوير دي. الكواوير دي بتبقى كده نتيجه لل المقادير المظبوطه. طب ما انا عايز اكور بقى. لو هي مقاديرك مظبوطه وانا كورت واتكورت معايا، هقول لك. بس هنا دلوقتي احنا عملنا ايه؟ خدتها بلانشيه. انا عارفه بلانشيه. عايزه اكور. هديكي اخر شويه. هتكور انت ولا اكمل انا؟ لا هجرب. لا مش عايز. بصي العادات انه بيقوموا حاطين ال طب هجرب المعلقه في الميه وايدي في الزلابيه. اه وبعدين زلابيه، مش الزلابيه هي لقمه القاضي؟ بالظبط كده. طب ايدي يا بالله ولا كده ناشفه؟ لا ناشفه. تمام خدي بالك هنقطع كره صغيره. برافو عليك. تمام هي هتدور معاك. ايه والله العظيم اول مره اعملها. يلا لا ايوه قوم. برافو عليك. يلا تمام ما ترميش بخوف، ما تخافيش. برافو عليك. حلوه. ما ترميش بخوف، انزلي بالعجينه بالراحه وقطعي اصغر من كده. قطعي اصغر من كده. اصل في حاجات بتلسوع. ما عشان الحلق المعلقه مبلوله ميه قوي. اصغر اصغر من كده. بص العجينه طالما مظبوطه برغم انك اول مره تعمليها لكن عامله ازاي. شايفين بقى يا جماعه العجينه مظبوطه طالعه معاها بنسبه هنقول 90% كويسه جدا. يا اخويا حلو رضا 100%. ايه تمام. يلا خليني انا بقى اكمل لك الباقي. لا 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 وانا ده لعبه يعني، جربوها والنبي هتعجبكم قوي. ده لعبه جميله قوي اهو. هلحق بقى ارفع ده، بس هخلي الطبق بتاع علامه هنا والطبق بتاع. والله العظيم حلوه، والله العظيم حلوه. أهو ممتاز ممتاز. خليني بقى اغسل انت ايدي. لا استني هصغرها. زي ما احنا شايفين دي اخر طاسه، وهنا خلاص انا مش محتاج ارفعهم، انا محتاج انزل بدول كله مع بعضه. ولو هي سالت على حاجتها اقول لها حطيتها. ماشي كله على بعضه اهوت، وهدي النار شويه. اه حطيت لك حاجتك. اه كله كله لو متقطع يعني انا هرمي حاجتك ليه يعني؟ هنا لا لا ده بحاجتي مش هنا والله. هي 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 لا, لا, لا 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 اصل انا الكور بتاعتي كبيره عشان اول مره اعمل. هنا كله على بعضه اهوت. شايفين انت بتردش عليا ليه؟ ما هو ايه وديتهم فين؟ وريلهم مصيره. رميتهم انت بتضحك على علي وانا عيله صغيره. وريلهم. شايفين منظر لقمه القاضي عامل ازاي؟ كله مع بعضه. هديت النار. لقيتهم. شايفين اما هديت النار؟ السيرب لازم يبقى تقيل. كيلو سكر مره هعمل لكم السيرب هيكون قبل رمضان. كيلو سكر، نص كيلو ميه او كوبايتين سكر غطيتهم بس بالميه، ورشه ملح ليمون، ودي قشره برتقال او قرنفل اي حاجه زي كده. ولازم السيرب يبقى كتير قوي اللي هو ما طلعش. ما نتسرعش ولا نطلع. شايفين المنظر بتاعها عامل ازاي؟ شايفين؟ لسه بقى في الزيت لما تنزل في السيرب. ادي كده هنبدا نرفع. شايفين عامله ازاي؟ دي جايه منين؟ منين؟ من القلية بلانشيه ونردها مره كمان والنشا. يا بوي وانا واحده والنبي.
يلا. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. بس كده هسكت. تسلم ايديك. هسكت انا سوف اسكت كده. طب اخد انا دول. شفناها وعرفنا طريقتها. بص بقى انا بشوف عليها صوص شوكولاته وساعات بشوف عليها. برافو عليك فكرتيني. حاجات حمراء مش عارفه ايه هي. اهو مروار. يا سلام بقى. عارفين الزلابيه دي تاكلوها فين؟ في اسكندريه حبيبتي. وانت بتاكلها كده عليها سكر بودره تحفه. يا ما اكلتها في العجل كده يا حنان. ده مروار احمر. الاسكندرانيه دول اجدع ناس. لا عايزه شوكليت، عايزه شوكليت. بس كده شفنا النهاردة لقمة القاضي وشفنا الطريقة والعجينة. ان شاء الله هتعملوها احسن مننا كلنا كده. كلي. هو لازم تاكلي اللي شفنا كده طريقة لقمة القاضي، طريقة الاصلية والمظبوطة. مش عايز اقول الاصلية لكن ان شاء الله جربوا الطريقة دي من الحاجات التحف الجميلة بالذات مع مروار الفراولة. لا خلاص. أشوفكم في فيديو جديد على خير. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بيكم. النهاردة عندنا إيه؟ عندي المشبك. المشبك من الحاجات الجميلة والرخيصة والاقتصادية جدا جدا جدا. النهاردة عايزين نعمل المشبك ونتعرف على طريقة السيرب، مش بتاعت المشبك بس، بتاعت الحلويات الشرقية، ونشوف تخانة السيرب تبقى عاملة ازاي، وازاي السيرب بتاع الزيوت او بلح الشام ما يسكرش مننا. بنجيب المشبك بتاعنا كده ونبدأ نرصه هنا كده. ازاي نعمله دايرة؟ ازاي نعمله بالظبط بالظبط زي السادة الافاضل الجمال بتوع دمياط اللي هم دايما مميزين عندنا في المشبك، وقد ايه الناس الجميلة دي عايزين نتعلم منها. يلا بينا نتعرف على طريقته ونروح نشوف العجينة بتاعته عاملة ازاي، وقد ايه بسيطة وقد ايه سهلة وقد ايه مش محتاجة مني خالص اي تكلفة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اول حاجة هنبدأ بيها ايه بقى؟ اول حاجة هنعمل السيرب للمشبك. مشبك يا جماعة الدمياطي عبارة عن دقيق ومية وخميرة بس. السيرب نص كيلو من السكر وادي شوت مية. انا عايزكم تعملوا السيرب السكر ما يغطيش كمان المية. شايفين قد ايه؟ مفيش. هو السكر بيسيء عشان ما ياخدش معاكم وقت. شايفين قد ايه ملح ليمون؟ شايفين قد ايه؟ بس دايما نعمل التسكير خلاص. هيقعد على النار تقريبا على بال ما يغلي. هيقعد يغلي مثلا طالما المية قليلة قوي كده هيغلي تقريبا في حدود، هوري لكم المراحل بتاعته، لكن هو تقريبا هيغلي تقريبا كده في حدود مثلا 7 دقايق. لما نوصل للمرحله ديت هوريكم دلوقتي. والمقادير بتاعتنا ايه؟ بتاعه المشبك الدمياطي كوبايه دي، كوبايه ميه، معلقه خميره صغيره مش اكتر ولا اقل، ويخمر من بالليل للصبح. العجينه هتبقى قطعه بنقوم بنحييها بمعلقه دقيق تاني، هوريكم ازاي، ونبدا نشتغل. هي دي طريقه المشبك الدمياطي. بس ادي الميه وادي دقيق الكوبايه دي عشان اكبر شويه بس، وادي معلقه الخميره بس كده. ولا سكر ولا زيت ولا زبده ولا نشا ولا. شوفي العجينه بتبقى عامله ازاي، خفيفه ازاي، اخف من عجينه لقمه القاضي. بس العجينه دي هتتغطى وتتحط في الفرن او في دولاب او في اي حاجه. فرن مطفي عندي، خش فيه. تاني يوم هلاقيها خمرت لما قطعت العجينه، قطع مني الميه في يمه والعجينه في يمه. بقوم مديها معلقه دقيق كبيره واقلبها تاني، هتتحيي سيبهاش تخمر تاني. واوري لكم بقى هنعمل فيها ايه. يلا هات لنا بقى فوطه نظيفه كده اهي، حط لي الكلام ده او استرتش دخله لي الفرن الكلام ده كده، خليه طول الليل. ادي العجينه اهي، هنبدا نكشف عليها هنلاقيها ايه، عجينه كده ايه طريه وقطعه خالص. ناخد لها شويه دقيق كده
ونبدأ نلمها كده خالص ونقلبها. هنلاقيها بقت ايه؟ هنلاقيها بقت عجينة سايلة خالص، بس نقلبها كويس اوي. شايفين بتسقط ازاي؟ عشان نبدأ ناخدها على الزيت عندنا، ويكون عندي قطاعة. القطاعة ديت هنقلب كويس اوي. القطاعة ديت خاصة بايه؟ مش خاصة بالمشبك، اي قطاعة عشان ننزله ويطلع دواير. يلا بينا. شايفين مع التقليب العجينة دي مية خميرة. بس اجيب الكيس بتاعي كده هحط فيه كمية اهو، اي كيس استخدام مرة، كمية اللي انا هستخدمها، او ممكن احط الكمية كلها. هاتلي كده عشان ما نبهدلش الدنيا ونقوم عاملين كده. وانا باخد بقية العجينة دي ونقوم عاملين كده. مش هنقطع دلوقتي خالص اهو. هنيجي هنا على الزيت كده، هعمل لكم واحدة كده تشوفوها عن طريق المقص، وهنبدأ ناخد ثقب صغير كده، حاجة بسيطة خالص كده. ونبدأ نيجي هنا كده على القطاعة، أي قطاعة بتاعت عجينة، وناخد آدي الدواير الأول كده، وبعد كده أهو يا دوبك هتبدأ إنها هنا تشد حيلها كده وتتشمع كويس أوي. هنقوم فكينها منين؟ هنبدأ نفكها من القطاعة، واعمل كمان واحدة سأوريلكوا دي دلوقتي كده. مهما بيقعد على النار بقى ما بيحمرش. اقول لك على حاجة وما تزعلش، مفيش صنايعي عنده ضمير. ازاي؟ وخصوصا مهنة الشيفات. طلبت منك تعلمني المشبك، حصل؟ لا، ما عشان انا اللي اعمل. بسأل سؤال، طلبت منك تعلمني المشبك، حصل؟ حصل. حصل. وانت مركب لي طقم في سنانك وعجزت كده، ها؟ تعمل ايه؟ تخش في الخباسة تحضر وتعجن وتسوي، وانا ولا كني موجودة في البيت. وانا عامله على طول. لكن اما هتعلمهوني انا هطلع بيع مشبك وبوظ مهنتك. بص يا حنان كده، بص يا حنان، ما انا بطه ما قلتليش لان انت شغال. ما عشان انت ما تاخديش الفكره بتاعتي. طب مين هيديني السر الاول؟ الاول بنقوم عاملين الدواير دي كده، بنقوم عاملين كده وكده. لا والله عرفت انا كده ايه ده. ما هو انت بقى بتابع الفيلم. طب اتابع زي اداني وراه دلوقتي لما نطلع دي وارجع لكم حالا. وادي دي شايفين اللون الابيض ده؟ البيش، البيش كده. ونقوم حاطينها في السيرب كده، نفس القصه كده شايفين كده، عشان كده اسمه شبك. وادي الاطراف اهي، ونخليه نفس القصه يبدا يستوي. عشان انا بس الحته الزياده دي، ما هو طالما بيتقلي في الزيت خلاص ما يبقاش دايت. ونخليه هيتحمر، وبعد كده نرفعه ويلا بينا نروح نعسل اللي احنا عملناه. ادي السيرب اهو يا جماعه، شايفين التخانه بتاعته لو بينزل بصعوبه. شايفين عامل ازاي التخانه بتاعته عامله ازاي؟ في المرحله ديت انا بطفي عليه. المفروض في المرحله دي اللي قبل ما اطفي عليه ادي ملح الليمون، بس انا عشان ما تنسوش فانا اديت ملح الليمون من الاول. السيرب يكون عندي بارد بالشكل ده، ومن الدار على النار زي ما قلت لحضراتكم على السيرب جري. بياخد اللمعه بتاعته اللون البيج الفاتح دوت، نتيجه ان انا لا اديت سكر ولا حاجه. ارفع كده شايفين عامل ازاي، سيبه يتصفى كده بالراحه ونحطه هنا. هما بقى بيحطوه في بعضهم، في بيدي عسل جلوكوز، وضروري يعني بيدي عسل جلوكوز لانه بيحتفظ بنفس اللمعه، بيفضل يلمع فتره طويله كده.
شايفين، سيبه يتصفى خالص خالص. هبدا اسقي الوحدات اللي معايا ديت واحده واحده كده بالشكل ده اهو، على طول وهو سخن بما اني هقدمه في البيت هبسيبه وما بحطوش في بعضه، هسيب بقيه الوحدات ديت وارجع لكم تاني. ادي المشبك عندنا السيرب، لازم شايفين يبقى عامل ازاي، يبقى تقيل. شفنا منظره ايه وعامل ازاي وبنقدر نقدمه لاولادنا، وشفنا ايه الفايده. لازم السيرب بتاعه يكون تقيل شويه، شايفين التخانه بتاعت السيرب عامله ازاي، ملدنه شويه، يا اما بتاخد عسل جلوكوز. ادي المشبك بتاعنا، ان شاء الله هتعملوه. لا محتاج مكنه ولا محتاج خلاط ولا محتاج اي حاجه، كوبايه دقيق، كوبايه ميه، تعمل لكم كميه كويسه جدا، معلقه صغيره خميره زي ما شفتوا بيبات طول الليل. تاني يوم معلقه دقيق واحده كده، واقوم مقلبها فيه وابتدي اشتغل بكورنيه وشويه السيرب بنص كيلو السكر. لو عجبكم الفيديو نعمل جري، نعمل لايك وشير. قناة شيف محمود عطية، ألقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم. ده كيلو اللبن أهو في اللبانة زي ما أنت شايفة، كيلو اللبن خلاص. أول خطوة هنعلقه على النار يغلي، تمام؟ هعلقه على النار يغلي وأوريهولك. اللبن أهو على النار. الناس اللي بتشتكي من إن اللبانة اللي ستنلس بتشيط اللبن، قلت بالمرة اقولك على المعلومة، لازم النار ما تزيدش، دي اصغر عين اهي، ما تزيدش وتطلع برة اللبانة اللي ستنلس خلاص، وتبقي يعني النار ما تبقاش برة اللبانة، فمش هتحرق اللبن ولا هتشيطه، لان اهم حاجة في اللبانة القاعدة اللي تحت هي اللي بتبقى سميكة، وعشان كده ما بتشيطش اللبن، لكن الجناب بتشيط اللبن لانها مش سميكة، فيجب ان النار تكون مركزة تحت مش فوق. اللبن اهو، طبعا انا مش هخليكي معايا لحد ما اللبن يغلي، انا هفصل ولما يغلي هوريهولك. اللبن طالع اهو زي ما انت شايفة خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا خايفة افوره فوقفاله. اللبن الحرامي طبعا في الغلاية الازاز دلوقتي جميلة تحفة، بتديكي صوت لو انت سرحانة، انه اللبن خلاص طالع اهو كويس. خلاص اللبن طلع اهو. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنستناه لما يبرد، هو غلي خالص تماما وقلبناه وكل حاجة، هنستنى اللبن لما يبرد. يبرد لكام؟ لدرجة حرارة المكان اللي انت فيه. المكان 37 يبقى هي 37 وزيادة سنة 38، يعني يدوب دافي كده. ادي اللبن اهو بقى دافي، انا بجسه بايدي كده بلقاه دافي. هاخد كوباية الزبادي اعملها كده، اقلبها كويس قوي قوي، هي الاول لوحدها بدون اي اضافات. اهي حسيت انها بقت كريميه، هاخد عليها بق لبن. كل ما قلبتي كده كويس كل ما اداكي نتيجه كويسه جدا. كوبايه الزبادي اهي بقلبها لحد ما احس ان مفيش فيها اي تكتلات، حط عليها معلقتين اللبن وبقلبها كويس جدا اهي. طيب بعد ما قلبتها كويس قوي كده، انا عندي حاجة من الاتنين، يا اما انزل بيها كلها على اللبن، يا اما صب اللبن في الكوبايات واحط في كل كوباية حتة، بس الاسرع والاصلح هي دي خلاص. طيب بصي مفيش اي تكتلات في اللبن، هبدأ اصب. هنصب في ايه؟ بصي بقى، اول حاجة بتاخدي خميرة لليوم التاني،
مش كل يوم هشتري كوبايه زبادي اهي، دي خميره. بعدين عندنا سلاطين زبادي، كوبايات ازاز، اطباق صيني، اي حاجه عندك، كوبايات بلاستيك، اي حاجه موجوده عندك. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. اهو خلاص. انا عايزه اوريكي كيلو اللبن عمل عبوات زبادي قد ايه. طبعا دي مش هنحسبها عشان دي اللي احنا حاطينها، ادي 1 2 3 4 5 6، 6 عبوات وحجمهم كبير. لو انا هعبي عبوات قد عبوة الزبادي بيعمل 8. خلاص كيلو اللبن بيعمل 8 سلاطين زبادي. طيب الخطوة الجاية ايه؟ الخطوة الجاية انا معايا هنا في الصينية اهي اهي، هرص كل الزبادي اللي احنا عملناه السلاطين اهو في الصينية. رصينا كل العبوات، كمان بتاعت الخميرة مش هننساها اهي، دي خميرة الزبادي بتاع كل يوم مش مكفية. طيب اوكي انا هحط الخميرة مرة تانية مش مشكلة. طيب هحط ايه دلوقتي بقى؟ هحط مية سخنة، سخنة من السخان بتاع البيت عادي جدا طبعا، عشان احنا في الشتاء. لو احنا في الصيف، لو احنا في الصيف هنحط مية عادية جدا، وممكن ما نحطش ميه خالص لان الجو بيبقى حر، بس انا بحط ميه دافيه عشان اعمل له بيئه كويسه. دي بدل حضانه الزبادي اللي بتبقى عند المحلات واللي بنجيبها من على النت، اللي هي الحضانه دي المغطى دي كده، الزبادي بتاعنا جاهز هدخله في اي مكان، في فرن، في دولاب، في اي حاجه، المهم ان انا احطه في مكان مقفول عليه. خلاص طيب القصه دي خلصت، ده الزبادي البلدي. طب انا يا حنونة ولادي ما بياكلوش الزبادي البلدي وبيحبوا ضنن، بيحبوا نسلة، بيحبوا اي حاجة تانية، هتعملي ايه؟ هتجيبي كيس لبن بغيره او علبة لبن جهينة وتدفيها، بس مجرد تدفيها، وهتعملي نفس القصة اللي عملناها دي، هيطلع لك اللبن ايه الزبادي معلبات. خلاص زبادي نسلة، لو انت عايزة نسلة حطي خميرة نسلة، لو عايزة دانون حطي دانون، لو عايزة جهينة حطي علبة جهينة، الطعم اللي انت عايزاه حطيه مع كياس اللبن، كيس لبن، علبة لبن. المهم ما تجيبيش لبن حليب بلدي، لانه الحليب البلدي للزبادي البلدي، والحليب ده للزبادي المعلبات، نسلة، جهينة، زبادي بيو، اي زبادي يعجبك. خلاص انا هستنى بس لما الزبادي يخلص يجمد وهنصور تاني مع بعض. اللبانة اهي زي ما انت شايفاها اهو، شايفة مفيش اي شياط فيها ولا اي حاجة خالص اهو، الناس اللي بتشتكي من اللبانة اللي استلس كويس اهو. اهم حاجة النار تكون على المقعدة القاعدة بتاعتها اللي هي السميكة، وما تجيش على حرف اللبان. وعموما كل الادوات الاستلس، الحلل والصواني والقصة دي، بتبقى القاعدة بتاعتها سميكة بتتحمل النار، والاحرف لأ، فعشان كده النار ما تجيش على الحرف، لازم النار تكون تحت القاعدة، تحت القاعدة زي ما انت شايفة اللبانة ليها قاعدة لوحدها اهي، وبقية اللبانة عادية. خلاص تمام يا ستي،
دلوقتي الزبادي اهو طلعناه من الفرن، الفرن مطفي، هو كل الحكايه حمام ميه دافيه بس. عايزه اقول لك سر نجاح الزبادي عشان تبقي عارفه انت نجحتي ولا لا. شايفه نقطه الميه الصفرة الصغيره اللي تحت دي اهي، شايفاها؟ بوضحها لك كمان اهي، نقطه الميه دي هي اللي بتقول ان انت نجحتي في الزبادي. بصي انا عايزه اوريكي وانا بصفيها بس، ولكن بقيه الكوبايه متماسكه جدا جدا جدا. طيب الزبادي اللي في السلطانيه اهو، السلطانيه في ايدي اهي، شايفه اهي، شايفه السلطانيه انا قلبتها اهو، شايفه كده هو متماسك جدا. بصي شايفه السلطانيه اهي، شايفها؟ انا بوريها لك فيديو مش مجرد صوره عشان تبقي عارفه قد ايه الطريقه ناجحه. شايفه الزبادي في كل السلاطين اهو، شايفه اهو في الطبق، طبعا هي نقطه الميه بس اهي، شايفاها دي اللي بتدل ان انا الزبادي. يا جماعه نقطه الميه دي اشربيها، اوعي ترميها، دي مفيده صحيا جدا، كلها خمائر وبكتيريا بتريح المعده. الزبادي اهو زي ما انت شايفه في السلطانيه اهو، انا عماله اهزه اهزه اهو اهو، خلاص زي الفل. طيب الكميه اللي انت شايفاها دي كلها طلعت من كيلو لبن. طبعا انت عارفه الزبادي دلوقتي الاسعار السلطانيه الصغيره وصلت 4 جنيه، يعني انت عشان تعشي اسرتك ولا تسحريهم في رمضان زبادي عايزالك ما يقلش عن 16 جنيه لو انتوا 4 افراد بس، ماشي؟ في احنا طلعنا 6 كوبايات كبار من الحجم الكبير اهي من كيلو لبن. والعلبة الخميرة برضو هجيبها وريها لك زي ما هي اهي، هجيبها لك من التلاجة، علبة خميرة الزبادي بتاعتي اللي انا لو هعمل كل يوم فمش هشتري غير كيلو اللبن بس، والخميرة بتاعتي اهي سايباها هشتغل بيها بعد كده. طيب احنا بتمنى ان انا اكون اديتك معلومة عن الزبادي مفيدة. وعايزة اقول لك معلومة اخيرة بس، لو الزبادي طلع منك مخرز يبقى انت عملتيه على درجة حرارة عالية، يلا المية كانت سخنة او اللبن كان سخن لسه ما بردش، خلاص. لو الزبادي اخد معاكي وقت طويل هو مش مشكلة يعني، بس لو اخد معاكي وقت معناها ان انت درجة الحرارة كانت اقل من المطلوبة. طيب احنا بما اننا عملنا الزبادي ان شاء الله هعمل لك الفول عشان تبقي في رمضان عندك حاجتك كلها، والحاجات بقت اسعارها غاليه كده كده، فاحنا بنحاول نخفض على قد ما نقدر، كويس؟ وبعدين انت احسن حاجه ان الزبادي ده بالدسم بتاعه اللبان مش واخد منه القشطه مره وشغال بيه بعد كده، لا اهو زبادي بالدسم بتاعه. انا بس عايزه اوريكي معلقه بتبقى ناعمه ازاي، ادي معلقه ال الزبادي، شايفه النعومه بتاعتها اهي، شايفاها؟ خلاص يعني مش مخرز، كريمه اهو، كريمه خالص. لو عندك اي سؤال ابعتهولي في كومنت، معلش بس انا اكلت معلقه الزبادي. لو عندك اي سؤال سيبهولي في الكومنت، واظن ملاحظين ان انا حتى لو ما بردش على كل التعليقات بس التعليق اللي بيكون فيه سؤال برد عليه بسرعة، عشان لو عايزة تجربي الوصفة تقدري تجربيها. سلام عليكم. اهلا بيكم ومساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل حاجة حلوة قوي قوي، هنعمل البسبوسة. البسبوسة احنا عارفين انها بره بتتباع غالية جدا، عايزين نعملها زي المحلات اللي بنجيبها من بره، اتوال وكويدر ولابوار، كل المحلات الكبيرة ديت، عايزين نعرف سر البسبوسة ايه. سر البسبوسة هنعمله بالجرام وبالكوباية. المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه؟ يكون عندي نص كيلو سميد بالشكل ده، بجيبه من العطار ثمنه ده تقريبا 5 جنيه او اقل. بيكون عندي 300 جرام سكر او كوباية ونص سكر اللي هو المج ده، مج ونص سكر من دوت. بيكون عندي اللبن كوباية الا ربع من نفس الكوباية ديت.
بيكون عندي عسل اللي هو يا اما عسل نحلة او عسل كنافة وبلح الشام، تلت كوباية عسل من نفس الكوباية ديت، بيكون عندي تلت كوباية سمنة بلدي او اي نوع سمنة، كله حلو جدا كده. العجينة بتاعتنا جاهزة. بعد كده الشربات بتاعنا او السيرب بيكون عندي كوباية سكر كوبايتين مية، بيتحطوا على النار يغلوا، يا دوبك يغلوا غلوة وندفي عليهم، ونديهم معلقة سمنة زي ديت بالظبط، معلقة صغيرة ويا ريت رشة فانيليا. أول حاجة بنعملها في البسبوسة إن إحنا بنجيب السيرب بتاعنا ونبدأ نيجي دلوقتي هنا كده نوسع مكلينا، آدي السكر وآدي المية، بيبقى زي المية بسكر بالظبط بالشكل ده، ويا دوبك الكلام ده هيغلي غلوه. بعد ما يغلي الغلوه هنطفى عليه ونقوم عاملين ايه، نديله معلقه سمنه. هنسيب ده دلوقتي نحطه على النار هنا ونيجي على العجينه بتاعتنا. ادي السكر بتاعنا هو، حطينا عليه اللبن. قد ايه السكر تاني يا شيف محمود؟ كوبايه ونص سكر من الكوبايه دي، خلينا حاططها لكم كده عشان تحفظوا. وادي العسل بتاعنا اللي هو بتاع الكنافه، حلو قوي كده يا شيفنا. حطينا دي تلت كوبايه عسل وتلت كوبايه سمنه والكوبايه ونص سكر، خلصت البسبوسه. في ايه تاني؟ دي سقطت بره يا شيف محمود، حرام عليك، هتطلع وهنشوفها. بنقوم واخدين بايدينا كده بالشكل ده، في التلفزيون بنلبس الكلابس، هنا ايديا غسلها ومضمونه وتمام التمام. انزل كده يا سيدي بسميه البسبوسه اهوت. قد ايه دوت؟ نص كيلو. طبعا انا مش هقول للعطار اوزن لي بالكوبايه، من فضلك اديني نص كيلو سميد بسبوسه. هيقول لي حاضر. كتير هيقول فين البيكنج باودر؟ مفيش. كتير هيقول لي طب ما احنا نجيب البسبوسه الجاهزه بره. لا، ما نجيبش البسبوسه الجاهزه من بره، مش هتديني النتيجه. يبقى الموضوع كله لما نحسبه هنلاقي جبنا صميت البسبوسه بخمسة جنيه وجبنا بقيه المكونات بكام؟ بستة سبعة جنيه، يبقى ادي 12 جنيه. شايفين؟ الخليط مش محتاج خالص مني لا سنه ميه ولا سنه لبن ولا صميت ولا العجينه سايحه، عجينه مظبوطه جدا جدا جدا. طب مش هنحط على الوش بندق ولوز يا شيف محمود؟ قلنا الحاجات دي مالها؟ حرام، مكروهه. يبقى نعمل ايه؟ يا اما نحط عليها سوداني لو حبينا، يا اما ان احنا نحط عليها ايه الخليط بتاعنا هوت. لازم بقى شروط نجاح البسبوسه الصينيه دي، الصينيه ديت مقاس 28 من غير سور. يعني ايه من غير سور؟ لو صينيه بسور هنلاقي البسبوسه بتشقق مننا. شايفين؟ من غير سور عندنا، يعني اهو ده السور، اهو سور صغير، انما مش سور كبير، مش عايزين السور الكبير عشان ما تشققش. وادي كده البسبوسه ببتدي افرد كده، وعايزينها تتساوى. الله، مش عايزه تتساوى. طب هنعمل ايه عشان تتساوى؟ هنعمل كل خير. الفرن هنا شغال عندي درجه حراره 200 180، ما يجراش حاجه 180. هنيجي دلوقتي واجي لكم عشان اجيب حاجه او فوطه وابتدي اساوي البسبوسه بتاعتنا، لان انا مهما اعمل دلوقتي مش هتتساوى. بنيجي نقوم عاملين كده، شايفين؟ لو عندكم الرخامه خايفين عليها، بنعمل ايه؟ حط تحتها فوطه. طب انت مش خايف على الرخامه يا شيف محمود؟ لا، مش خايف عليها عشان اعلمك. المهم المعلومة توصل كده 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 كده، وهنقوم داخلين الفرن دلوقتي. يبقى انا عندي البسبوسة عجينتها اهيت عشان تخش الفرن، وعندي السيرب هوريه لكم دلوقتي، يا دوبك يغلي واطفى عليه واحط عليه السمنة. هرجع لكم بعد نص ساعة بالظبط اوريكم منظر البسبوسة. فرن كهرباء، انا مش مطالب ان انا احطها على الارضيه، هي المفروض لو فرن غاز بيتحط على الرف اللي في النص كده. كده البسبوسه تمام وخدت لون تمام. هنطلع كده ونيجي على الرخامه بالراحه كده، ميه بسكر ميه بسكر
وعليه معلقه يا دوبك غلي طفيت عليه بارد او دافي مش مهم، عملت له حمام ميه بارد، وادي السمنه عليها اهي معلقه سمنه. هنا بقى الخطا اللي بتقع فيه طول البسبوسه ناشفه. بصوا لما اجي ايه ده، انت بتسوي رز مصري يا شيف محمود؟ اه شايفين؟ لو شربت مني وهتشرب ان شاء الله تبقى ناجحه، ما شربتش تبقى معيشه وهتلاقوا شققت. بس المفروض وهي طالعه من الفرن تكون هي اصلا شققت، لو هي ما كانتش مظبوطه. انما احنا هنستمر كده في حدود دقيقه مع بعض، هنبص عليها هنلاقيها شربت السيرب ده كله. يا اخي حرام عليك كل ده السيرب، ما تنسوش السيرب ده انه عباره عن انه ميه بسكر، الميه كتير. عارفين لو احنا عندنا كوبايه عسل واحده تبقى فيها سكر اكتر من الكوبايتين دول، لان الكوبايتين دول عباره عن انهم كوبايتين ميه وكوبايه سكر واحده. هتبدا البسبوسه تشربها ما استعجلش، ما اعملش اي حاجه. ممكن اعمل حل واحد، اطفي الفرن وادخلها فيه لمده دقيقتين هتبدا تشرب. بس انا عايزكم تشوفوا المنظر كده مع بعض، كل السيرب ده اللي هو ميه بسكر ده هتشربه دلوقتي مع بعض. شايفين كده؟ هتشرب خالص الكلام دوت. هنبص نلاقي البسبوسه طريه، لان انا اعتبر سقيتها ميه بسكر بس مش عسل، ولازم يبقى خفيف كده، خفيف معانا بالشكل دوت، ما يبقاش تقيل. لو تقيل البسبوسه تنشف، لو تقيل البسبوسه تنشف. احسن حل تطفوا الفرن وتدخلوها فيه، ما كانش بنسيبها. ملاحظين السيرب راح فين؟ شربته، ما بقاش فيه. ولسه معلقه السمنه بتدي طعم، يا سلام لو سمنه بلدي، وفي نفس الوقت البسبوسه بتدي لمعيه على الوش. شايفين هنا في الجنب ابتدى يبقى ما عنديش خلاص، ببتدي اعمل كده واعمل كده. اهم حاجه بعد ما تشرب السيرب دوت يا جماعه، لما ادوس على البسبوسه الاقيها بتبك السيرب، اعرف ان بسبوستي هنا تمام وشاربه وطريه. طب لو انا عايز اقدمها حاجه ب 15 جنيه، عايز اقدمها هديه لحد، بفرش من تحت ورق زبده وابتدي احط البسبوسه، وابتدي بعد ما تبرد خالص تاني يوم اقلبها، واقوم حاطط عليها طبق كرتون واقوم عادلها تاني، واقدر اقدمها هديه. راح فين السيرب اللي انا اديته؟ خلاص شربته. خلوها بقى كده، شايفين راح فين السيرب؟ شرب تماما اهو. هي دي اهم نقطه عندي، اهم نقطه عندي، ان انا ازاي اديها السيرب. ناس كتير وسيدات عظماء منكم بيقولوا يا شيف محمود البسبوسه بتبقى ناشفه من تحت، عشان انا بدي شويه سيرب صغيرين وخلاص، وخلاص بشربتها في دقيقه، اقل من دقيقه مسافه ما بتطلع بديهم شربتهم. غلط. شايفين كانه رز مصري وحطه على النار وابتدى يشرب ميته. بس مش عايز اقطعها دلوقتي لانها مش هتطلع قطعه واحده، سيبها تبرد وارجع لكم كمان نص ساعه تكون بردت تماما ونقطع منها براحتنا. ادي البسبوسه بعد ما سبتها تبرد، نيجي نعمل التست. شايفين هي شربت كل السيرب. تعالى في الاماكن الناشفه دي ندوس كده، بصوا شايفين؟ شايفين يا جماعه؟ يبقى لو مشينا بالطريقه دي وبالمقادير دي هنشوف هناكل احلى بسبوسه. هنيجي نقطع كده مثلا، ودي لما تبرد خالص هتعرفوا تتحكموا فيها، ان شاء الله تقطعوها قطع 2 سم في 2 سم، لكن هي دلوقتي لسه سخنه، لكن احنا بنحاول ان احنا نوريها لكم عامله ايه من جوه. ادي كده ناخدها بالشكل ده، ما دهنتش الصينيه اي حاجه، واهو واهو شايفين الطراوه هنا بتاعت الصينيه عامله ازاي الاول؟ شايفين قطعه البسبوسه عامله ازاي؟ شايفين هنا بقى كده؟ الله تحفه تحفه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ والف هنا، ويا رب تعملوها. وشوف تطبيقاتكم دايما، اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك للقناه بتاعتي، شكر لكم جدا ودايما في العالي يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بحضراتكم جدا، والنهارده البكوين اللي انت شايفاهم قدامك دول هنعمل لك منهم احلى ايس كريم. ده ابتكار الشيف محمود، بجد هو حاول يفكر جدا ازاي يوفر لكم الخامات باقل الاسعار. بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم. ازيك يا حنان، عامله ايه؟ ازيك يا حوده؟ كل سنه وانت طيبه. شهر شعبان كريم عليكي، وشهر رمضان. النهارده واحد شعبان ولا ايه؟ لا، طول شعبان نقول كده وطول رمضان. كل سنه وانت طيب. انا لسه جاي دلوقتي من الفندق الساعه 1 صباحا. حلو. حنان قالت لي حرام عليك، هي طبعا قاعده على النت وبصراحه بتتابع كل الكومنتات. إيه انت دبستهم في مالتي ديكسترين ودبستهم في المثبت، وقلت تعمل بطريقه ثانيه بسيطه للناس اللي ما عندهمش، اللي هي ابسط طريقه اللي هي بالجيلي وبالنشا. حبايبنا بتوع الصعيد اللي دايما يقولوا اعملوا لنا ايس كريم بوصفه وطريقه بسيطه وسهله ومقادير سهله خالص عشان نقدر نعملها، احنا معاك اهو، اعملوا وقولوا لنا عملتوا ايه. دلوقتي المفروض الوصفه ديت، الوصفه دي ابتكاري كلها، المفروض معلقه نشا، معلقه جيلاتينه، حلو، مقاديرنا نص كيلو ميه يعني كوبايتين ونص ميه من ديت، وثلاث ارباع كوبايه سكر. حلو. دلوقتي يا حنان الجيلاتينه ممكن ما تبقاش موجوده، تمام، وهحتاج لها اسانس، اللي اي اسانس اطعمه سواء فراوله، طعم فراوله، توت، اي حاجه اسانس ولون ولون. برافو عليكي. انا هنا عوضت الساده المشاهدين بان انا حطيت الجيلي في طعم الفراوله، اسانس الفراوله، وفيه اللون، وفيه الجيلاتينه، وفيه الجيلاتين. ايه ده تلات عصافير بالكيس الواحد. حلوة ده حلوة قوي. مية مية حلوة. مية. طيب هنقول مقاديرنا بقى نقول. لكيس واحد جيلي، ماشي. حبينا نعمل كيس تاني، نعمل مقدار تاني. عندك كيس واحد جيلي النوع اللي انت بتحبيه، فراولة، اناناس، اللي هو خلاص هو كيس واحد بس، معاه معلقه كبيره من النشا، تمام، وتلات ارباع كوبايه سكر. حلو قوي. بياخد قد ايه ميه بقى النشا يا حنان؟ بياخد نص كيلو ميه. نص كيلو ميه. ال 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 الجيلاتينه او الجيلي ما يغليش، يعني 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 بحطه على الميه وهي سخنه في الاخر خالص. ادي كده الميه اهيت عليها. يعني انت قصدك تقول يا شيفنا هنعلق ده ونقلبه على النار هيبقى عامل زي القلم السحلب. حلو قوي. وبعدين نقوم هو الجيل الجيلاتينه او الجيل بيشتغل على الميه الدافيه. على الميه الدافيه. وهقول لكم بعد كده نعمل ايه. طيب كده هو هنعلق ده على النار ونجي لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده، بصوا الخليط عامل ازاي. معلقه نشا يا شيف محمود على نص كيلو لبن على ميه. شايفين الخليط عامل ازاي؟ المثبت اللي قلت لكم عليه هو عباره عن جيلاتينه، بيدي نتيجه الجيلاتينه والنشا مع بعض. هنا في المرحله ديت الخليط ابتدى يغلي عندي اهو. عايز ادي عصير ليمون، عايز ادي اي نوع جيلي غير الفراوله دوت هديه. ادي باكل فراوله اهو يا حنان. طب انا ما بحبش جيلي الفراوله، بحب جيلي الاناناس. ما حنان شغاله هناك اهي. بصوا بصوا، عايز اوريكم حاجه، هي شغاله هناك على الاناناس ازاي، وادي باكل اناناس اهوت خلاص، وانا هنا اهو اهو. اتفقنا؟ احنا مش قاصدين نجيب دريم على فكره. طيب الكلام ده هيخش مني يا حنان الفريزر، ماشي. الكلام ده هيخش مني الفريزر، هيجمد، يطلع بعد ما يجمد نعبيه في كيس او في علبه بالمضرب الكهرباء، ويبدا يتضرب بالمضرب الكهرباء عادي. ما عنديش مضرب كهرباء، ممكن بالمضرب اليدوي. طب مش هما هيشوفوا الكلام ده معانا؟ هيشوفوه معانا. لما يجمد ده هيبقى بكره. طيب. كده عشان الساعه هنجمد دلوقتي. ده هنجمد ده ونرجع لكم بعد ما يتجمد نشوف هنعمل بيه ايه. دلوقتي الميه غليت اهيت مع معلقه النشا، نص كيلو ميه، معلقه كبيره نشا، ثلاث ارباع كوبايه سكر. بصوا يا جماعه عشان نبقى عارفين، انا هستخدم نص باكو الجيلي بس. اطفي اطفي النار بقى كده يا حنان. المفروض معلقه جيلاتينه، ده كتير شويه، فاحنا هندي نصه بس. يعني الباكو كله على قد ايه ميه يا شيفنا؟ الباكو على كيلو ميه. يعني انت لما عملته الباكو كله على كيلو ميه، النص باكو على نص كيلو ميه. بالظبط كده، تمام. ومعلقه كبيره نشا وثلاث ارباع كوبايه سكر. ولو محتاره ان شاء الله هكتب لك المقادير بالظبط في صندوق الوصف وتشوفيها. نص الباكو دوت يعمل لنا كمان نص كيلو ميه مع معلقه نشا مع كوبايه سكر. تمام تمام كده اتفقنا؟ تمام.
خلاص هسه هعبي الكلام ده في علب او في كياس يجمد لبكره. شايفين كده الاسانس والله؟ كياس ازاي؟ شفنا هو سخن كده مش دلوقتي. شايفه اظبطي عليه الكادر كده شايفين كده؟ ده ايس كريم اهو. اللي انتوا اللي عايز اقوله لكم ان المثبت بتاع الايس كريم هو عباره عن جيلاتينه يا جماعه اللي قال عليه خطر، والنشا هنا بيشيل التجريشه. لو لقيتوا فيه تجريشه ضايقتكم بنقدر نحط معلقه كبيره عسل جلوكوز على الخليط دوت. طيب هيشيل التجريشه. تمام هنسيب الكلام ده يجمد وبكره نجي لهم نضربه يا حمادة. يلا تمام الكلام. سلام عليكم. زي ما احنا شفنا كده دخلت الخليط بتاعنا بات في الفريزر، ابتدى اللي هو كان نص كيلو ميه، معلقه كبيره نشا، نص من باكو الجيلي، و150 جرام سكر، وهنبتدي نكسره كده عشان نحوله الايس كريم. نجيب برضو التاني، احنا عملنا فراوله وعملنا اناناس، وادي الاناناس اهو. بصوا الكيس اهو هوريه لكم. بصوا ده اللي انا عملته قدامكم، دي ابسط طريقه. بس في نقطه، طبعا ده ارخص انواع الايس كريم، معمول بميه يا جماعه ومعمول. هاتي لي حاجه كبيره اضرب فيها ده كده حنان. بتعمل ايه؟ بكمل لهم الايس كريم. ده معمول بميه، هتلاقوا فيه سن التجريشه. كده نجيبه، هوريكم المطاطيه اللي فيه وطعم ايس كريم على مهلك. ولا حاجه خالص على مهلك. ده كده الاناناس، بس هنضربه برضو قدامكم. شايفين كده؟ عايز اوريلكم بس عامل ازاي الاول. طبعا هيخش على الفريزر تاني بسرعه. شايفين المطاطيه اللي فيه؟ ادي المعلقه. شايفين عامل ازاي؟ طب هات هات ده لأ. انا عايز اسقعه. لسه هيسقع يعني. وده كده الاناناس، هدخله تاني يسقع بس، واضرب لهم الاناناس بسرعه. دلوقتي انت ضربت اللي بالفراوله وده اللي بالاناناس صح؟ مش عايزهم يضربوا وهو الخليط جامد قوي عشان ايه؟ ما يحرقش المضرب. يكسروه كده بالسكينه. ده اللي بالاناناس. بس انا حطيتها يعني مطرح الفراوله. فادى اللون ده كده. حلو والله اللون ده. شايفه المطاطي؟ انت بتتكلمي في ميه وسكر ومعلقه نشا وجيلي. والله العظيم 100 فل و14. يلا اعملي ووفري وبصي كله هيأدي الغرض. ماشي، يوم كده زهقانه ولادك عايزين ياكلوا ايس كريم، هو كل اللي هتتكلفيه باكل الجيل، النشا والسكر عندك في البيت واشتغلي. لو عندك مضرب كف عجان، قصدك عجان تضربي بالايه؟ بالكف. هيديكي نتيجه كويسه جدا. كده بقى هنبتدي نحط هنا كده. ادي الاناناس اي نوع، لو توت ماشي حسب النوع اللي بتحبيه، بس والله طعمه حلو جدا جدا جماعه. انا عايز اقول لك انا مستطعماه اكتر من اللي اتعمل بالكريمه. ده انا مبتكره وعملته في صدى البلد من سنين، قناه صدى البلد. الله ينور عليك يا شيفنا. استنى بقى عشان تعرفيني البولة. انا وهوت كده ببلاش ميه مع السكر مع نص باكو جيلي للنص كيلو ميه ومعلقه نشا قلنا و150 جرام سكر. عايز تزود السكر زود. المقادير هنسيبها لك في صندوق الوصف. وادي كده، يا رب يكون عجبكم. ده عايزه ده عايزه ده عايزه ده عايزه ده عايزه ده كده عايزه ده عايزه ده عايزه ده عايزه ده. مفيش بسكوت بقى من امبارح ده كده كسرت البسكوت كله.
للناس البسطاء اللي زي حالاتي كده. طب والله هيعجبك، ولو ما جربتيهوش هتندمي. لا يعني لا كريمه لباني. بصي ولا احلى ايس كريم ده فكرني باللي بيلف على البحر والله، مرسى فكرني ببابا. في مرسى مطروح هو ده حلاوه. معلش سامحوني بقى، سامحوني. بشكركم جدا جدا جدا، ولو عجبكم الفيديو وعجبكم الايس كريم نعمل لايك وشير قناة الشيف محمود عطية. ما تنسوش المقادير، امشوا بالمقادير اللي قلت لكم عليها ونفس التكنيك، ما تخافوش من اي حاجة، دايما يا رب في العالي بتقدروا تنفذوا كل حاجة، وده اللي انا وعدتكم بيه. مستنية رأيكم في الايس كريم التحفة ده. سلام عليكم.